خلونا ناخد بقى على التليفون الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف. أهلا بيك. يوسف، ازاي حضرتك؟ برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. يا مرحب يا مرحب. ايه بقى اللي بيحصل؟ انا حكيت الحدوته باختصار، اتمنى ما يكونش اختصار مخل، وافتنا انت في ذلك. لا والله، ده انا داخل اقول لحضرتك كده، انا نفسي استفدت من اللي حضرتك قلته وما عادش حاجه ازيدها على الموضوع. لا ازاي يا راجل، وهل يفتى احمد عبد الباسط في المدينه؟ لا، هو الموضوع زي ما حضرتك قلت. ها، في تخبط واضح، في ادانه واضحه لاتحاد الكره المصري. كان لابد من اولا يا استاذ يوسف النادي الاهلي، وزي ما حضرتك ذكرت علشان ما عادش الكلام على الساده المشاهدين، كابتن محمود الخطيب حب يوضح كل الملابسات الخاصه بالامور وبالموضوع، ولكن في النهايه انا كاتحاد عايز احافظ على حقوق انديتي، كان من الضروري ولزاما ان انا اخاطب الانديه، وان ما خاطبتش الانديه ما خاطب الكاف، اقول له انا عايز انظم البطوله لسببين. السبب الاول، والله صعد فريق مصري يبقى انا حافظت على حقوق الانديه. طيب ما صعدش فريق مصري واحنا خدنا تنظيم، فاحنا في اخر 3 4 سنين بنقول للقاره كلها احنا اللي شايلينكم في التنظيمات والبطولات، وده بالنسبه لنا كان شيء مهم لان احنا مقر الاتحاد الافريقي في مصر، فبالتالي ده بيعظم دور الدوله المصريه وبيعظم دور اتحاد الكره المصري وبيعظم اسمنا الكبير، فكان لازم نعمل ده. دي نمره واحد. طيب احنا وصلنا دلوقتي لحرسد بين اتحاد الكوره والنادي الاهلي. النهارده الكابتن محمود الخطيب فك بعض الالغاز وقال انه لما سال الاستاذ جمال علام قال له ده انا بعت، لما رجع الكابتن خطيب للمهندس هاني ابو ريده قال له ما حدش بعت حاجه. احنا كنا نلوم على المهندس هاني ابو ريده، وده من خلال حضرتك، في حاله وحيده هي لما نكون احنا داخلين في منافسه بقى مع المغرب مع السنغال في سبق من هذه السباقات مثلا، وانه الموضوع ما يرساش علينا في النهايه، فنقدر نقول هاني ابو ريده مقصر. لكن احنا على الترابيزه على المفاوضات مفيش حاجه موجوده، مفيش ورقه. الخطاب اتبعت لوزاره الشباب والرياضه، عايزين منكم ضمانه حكوميه لكل البطولات ما عدا دوري الابطال اللي هو اصلا الطبيعي يا اهلي يا زمالك دايما بنلاقيهم في المباريات النهائيه. فانا توقعي الشخصي هذا الامر مع مشاكل المنتخب المصري ستؤثر على اتحاد الكره ومجلس الاداره الحالي، وقد يصل الامر الى تقديم الاستقاله خلال ايام. يعني انا من خلال معلوماتي في بعض الاعضاء وعلى راسهم الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام، الناس مش راضيه على هذا الامر ولا الموضوع اللي بيحصل، وقالوا احنا عايزين نمشي، قالوا قدموا استقالات، قالوا احنا عايزين نمشي، مش هينفع نكمل في الجو الحالي. ولكن من كواليس اجتماع النهارده في اتحاد الكوره مفاجأة يعني من العيار التقيل، انه اتحاد الكورة النهاردة كان عايز يعمل محضر مجلس ادارة بتوقيع وبتاريخ قديم ان احنا خطبنا وزارة الشباب والرياضة وان احنا كنا عايزين نستضيف، ولكن الجواب جه متأخر. لا ثانية واحدة عند الحتة دي، اتحاد الكورة كان عاوز يعمل محضر بتاريخ قديم وتوقيع قديم، يقول يعني ان احنا خطبنا الكاف، عايز تحطها بين قوسين كده ونعمل انه كان ممكن يتم تزوير محضر مجلس اداره النهارده. طيب صح سؤال بقى. لا انا مش طيب. انا اللي هقول صح، انت صاحب الخبر وصادر عنه. انا بقول لحضرتك الجمله اللي حضرتك شايفها الاصح، هي دي بالظبط. انا مش شايف لسه حاجه اصح برضه، انا بسالك انت متاكد من المعلومه؟ معلومه على مسؤوليتي الشخصيه. لا استطيع ان اطلب من صحفي الكشف عن مصدره، لكن هاكد تاني، متاكد من المعلومه؟ متأكد من هذه المعلومة. طيب. نمرة واحد. واستكمالا ما حدث أيضا في اجتماع اتحاد الكرة النهاردة، تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بوجود سير ذاتية لتعيين مدير فني أجنبي خلفا للكابتن إيهاب جلال، وهو ما يعني إقالة الكابتن إيهاب جلال يوم الأربعاء أو الخميس القادم. طيب هسأل مرة كمان، أصل اللي حضرتك بتقوله ده انه عايزين يتعمل، او كما ورد في كلامك انه الاتحاد كان عايز يعمل محضر قديم بتاريخ قديم وتوقيعات قديمه، تقول احنا خاطبنا الكاف باننا عندنا استعداد لاقامه المباراه في القاهره. بالظبط، ده مصيبه اللي بتقوله، ده مصيبه. وبكره لو حضرتك هوا هتلاقي الكلام كله ده 12 يعني، وادخل مع حضرتك تاني واكد ده على يعني عارف، يا نهار ابيض. كابتن مدحت شلبي طبعا، ده هتبقى مشكله كبيره، انه اللي بتقوله ده معناها ان احنا
ده الكلام بيقول كده، معناها ان يحصل تلاعب في محاضر رسميه بتاعت الاتحاد. بالظبط بالظبط، وده على مسؤوليتي الشخصيه، وانا بقول لحضرتك ده بيعجل بعمر هذا المجلس في كراسيه على في داخل اتحاد الكوره. طيب ده ما حصلش صح كده لحد دلوقتي، او يعني تم الغاء هذا المقترح او هذه الفكره؟ ما عملوهاش. بعض الاعضاء رفضوا، بعض الاعضاء مين رفضوا. مين اللي رفض؟ بعض الاعضاء رفضوا والبعض مضى، عشان في ناس منهم وقعت، فاحنا مش عايزين يعني ايه ندخل اسماء. لا سيبني من اللي وقع، لكن مين اللي رفض بقى؟ في الكابتن حازم امام رفض، الكابتن محمد بركات رفض، رفضوا ان هم يوقعوا على هذا الامر. ماشي كمل يا باشا. تمام، والكابتن محمد بركات خد رايه تليفونيا لان هو كان موجود مع المنتخب في المعسكر. اوكي طيب. تمام اوكي كمل. بس فهي الامور بين النادي الاهلي واتحاد الكره واصله يعني لحيطه سد. انا شايف انه مجلس الاداره في تخبط واضح، بقول لك انه على الاربعاء والخميس هيبقى في مدير فني لمنتخب مصر، دي كلها ضمن الحاجات اللي موجوده على مائده المفاوضات داخل اتحاد الكوره، ده ان كمل يوم الاربعاء والخميس. ده اذا كمل الاتحاد ولا اذا كمل ايهاب جلال؟ في كل الاحوال ايهاب جلال ماشي ماشي، في كل الاحوال ايهاب جلال ماشي ماشي خلاص، دي ما موضوع منهي. ولكن هو يوم الاربعاء والخميس هيعلنوا علشان خاطر الراجل عنده ماتش كوره، يعني ما ينفعش يقف على الخط ويدرب. فبالنسبه لنا ايهاب جلال خلاص، يعني انا بقول لحضرتك هم خدوا توصيه النهارده انه كابتن حازم والكابتن بركات شوفوا مدير فني اجنبي، فمعنى ان هو يشوف مدير فني اجنبي تم اقاله الكابتن ايهاب جلال. طيب هل بتعتقد انه هيتم حل الاتحاد بناء على اللي حضرتك قلته، انه في الامور امور ومحاضر هتتعمل او كانت هتتعمل بتواريخ قديمه، يعني ده امر هيستوجب تحقيق وقد يذهب الموضوع الى يعني تصعيد اعلى من ذلك بكتير؟ بالظبط، لا من ناحيه التصعيد هيوصل، هو حل مش هيبقى حل، هو هيبقى استقالات، يعني مجلس الاداره من نفسكم كده قدموا استقالات لان انتوا اخذلتوا الشارع المصري، اخذلتوا الراي العام، فبالنسبه لنا هذا الموضوع غير مرضي، فعليكم ان انتوا ناس جيتوا عشان تعملوا. اصل معنى ان حد يجيب مدير فني مصري من 20 30 يوم وقناعاته الشخصيه انه يبقى مدير فني مصري في الوقت اللي الناس بتقول لا نجيب اجنبي، وتيجي انت نفس الشخص تشيله بعد 20 30 يوم، هذا لا يدل على فشل المدير الفني ولكن يدل على فشل قرارك واختيارك، فبالتالي خلاص انت لا تدير بالشكل الامثل وبالشكل الصح. وبعدين مش هنقعد بقى بنفس الدوامه ونعمل خريطه وندير ونعمل، يا جماعه ديروا صح، احنا بس هدفنا ديروا صح، لانه خطه وخريطه الناس دي مش بتاعت لا خطه ولا خريطه. طيب السؤال الثاني بقى دلوقتي، اكيد قريت البيان بتاع المهندس هاني بوريده. تمام، ايه رايك في هذا البيان؟ يعني خلاصه السؤال اللي انا هساله لك، هل بتعتقد انه كما اشار المهندس هاني بوريده انه دائما على استعداد تام لمسانده الاتحاد المصري والانديه المصريه والمنتخب الوطني، وانه طالما ساند وساعد، ولا شايف انه ليك راي اخر في هذا البيان؟ لا، من خلال معلوماتي انا عارف كويس جدا انه المهندس هاني بوريده اي شيء بيطلب منه، سواء بقى مساعده في نقل مباريات، وده كان حصل كتير في مباريات المنتخبات، سواء في مباريات للانديه، سواء في عقوبات على الانديه، سواء في عقوبات على المنتخب، اخرها كيروش لما توقف مباراتين في بطوله الامم الافريقيه، كاس الامم الافريقيه، تواصل معاه الكابتن وائل جمعه علشان يخليهم مباراه واحده، وحصل بالفعل. ومجلس الاداره بتاع اتحاد الكوره يعني زعل من الكابتن وائل جمعه، ازاي انت تتواصل مع المهندس هاني بوريده لان في بينهم خلاف وعدم وفاء. فانا اعتقد ان هذا الخلاف اضر بمصالح الكره المصريه، وده طبيعي يعني انه يبقى عندنا حد نستغله، ولكن لا، هي الامور طالما احنا اللي موجودين فما يبقاش هو موجود في الصوره، لكن هو بعيد تماما سواء موجود في الصوره او براها، لا انا عارف انه بيخدم كويس لصالح الكره المصريه حسب ما يطلب منه يعني. طيب اخيرا بقى، بما انك قلت انك عندك يقين ومعلومه ثابته انه هيتم اقاله ايهاب جلال، مين المرشحين؟ المرشحين في كتير بالنسبه لايهاب جلال، ما اقدرش اقول لك دلوقتي لان هم معاهم سير ذاتيه، ابرزهم خليل لوزيتش المدير الفني السابق للنادي، وفي المدرب السابق ل كوتوفوار هيرفي رينار، بس هيرفي يعني شويه ممكن في السعوديه هتبقى الدنيا غاليه شويه، لكن ممكن خليل لوزيتش هو الاقرب، خصوصا ان علاقته جيده جدا بالكابتن حازم امام، وارد جدا لاقي اسم من امريكا اللاتينيه، وارد ان المفاجاه الاكبر انه يتم التواصل مع كيروش ويرجع، بس كيروش مش هيرجع في وجود هذا المجلس الحالي، او بعض العناصر هو رفض وجودها في المجلس الحالي. طب وبتعتقد انه اعاده التفاوض مع كيروش ان كانت وارده اصلا، دي يعني فكره جيده ولا فكره غير جيده؟
بغض النظر عن فكره جيده او فكره غير جيده، انا عندي مبدا انه لازم يبقى مدير فني اجنبي اللعيبه تحترمه، اللعيبه تتمنى ان هي تنال رضاه، عكس المدير الفني المصري كابتن ايهاب جلال نص اللعيبه مصابين ونص اللعيبه ما سافروش ونص. لو مدير فني اجنبي صدقني المصاب بيبقى سليم، ده ما بيحصلش. انا بقول لك على مسؤوليتي ايضا، لعيبه في الماتش اللي فات بتاع اثيوبيا قبل المباراه بيوم قالوا للكابتن ايهاب جلال احنا عرفنا ان احنا بره التشكيل، لما احنا بره التشكيل جايبنا من مصر ليه؟ لا يجرؤ احد ان هو كان يعمل هذا الكلام مع كروش. لا اختلف على اسم معين اجنبي يبقى موجود، لان اللي هيجي هياخد وقت ويشتغل. كروش كان فهم وحفظ الكره المصريه واحنا محتاجين ايه، كان على الاقل خلى الشكل كويس. البعض قال ان كروش لا يعني هايل وعظيم ورائع وكله، ده مش كلامي، انا بقول لك اللي انا قريته من يعني مقالات النقاد التحليليين يعني بشكل عام، انه بس مدرسته لا تتفق مع طبيعه اللعب المصريه وبالتالي لم يوفق معانا. لا بالعكس، يعني هو لو همشي مع البعض بيقول ده هو ممكن دفاعيا شويه، ولكن هي متطلبات المرحله محتاجه دفاعيا. معلش يا استاذ يوسف، انا مش هاجي اقول عمر جابر انا عايزك تعمل لي ما اعرفش ايه وتروح ترفع لي الكوره كذا، وهي امكانيات عمر انه ما يعديش نص الملعب. انا بضرب امثله عموما. نفس الحكايه، مش هطلب من ايمن اشرف انه يعمل لي كذا وهي امكانياته غير امكانيات احمد ابو الفتوح. بتختلف من لاعب للاعب، مين اللي يفهم الكره المصريه ويوظفها للشكل الامثل؟ لا ده اللي احنا محتاجينه. كوبر صمم على خطته وعلى طريقته، وكانت الناس كلها بتنتقد باسل صلاح، ولكن في النهايه هو نجح بيها. كروش لما جه نجح في كل اللي هو يعني الحاجات اللي احنا عايزينها، ولكن خلاص ما تمش التاهل لكاس العالم. طيب ما فيش ولا مدير فني، يعني انا متذكر زمان احنا حققنا انجازات عظيمه جدا مع كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، مع كابتن حسن شحاته ربنا يا رب يديله الصحه. فاذا احنا عندنا تجارب ايضا مع مديرين فنيين مصريين، وكانت تجارب فعلا حلوه وفعلا قويه. طيب انا ده ينفع يتعمل لما يكون عندي الخامه والقماشه. انا من اكثر الناس اللي شايف انه اي حد هيجي احنا ما عندناش اللعيبه اللي هتساعده على ده. صلاح استثناء، ونجاح صلاح ده استثناء. بطوله 2006 و2008 و2010 دي بطوله استثنائيه. اي انا شايف انه الجيل ده ما يتعوضش، الجيل ده كان كل لعيب فيهم داخل الملعب فهو قائد، لكن ان احنا نعيد الذكريات او نعيش عليها صعب ان ده يتكرر. واعتقد ان هذا النجاح ما كانش نجاح متخطط ليه، ده هو نجاح بالصدفه. قبل 2006 كان ممكن الكابتن حسن شحاته يمشي اصلا، كان في اتجاه داخل اتحاد الكره دي يمشي. 98 كابتن محمود الجوهري لعيبه هربت من المنتخب على راسهم الكابتن علي ماهر والكابتن هادي خشبه، قالوا مش هنروح عشان هنخسر ونرجع. راح وكسب البطوله. يعني انا بقول لحضرتك دي معلومات من الكواليس. فاذا القماشه الحاليه تحتاج للي يفهم يوظفها ازاي، مش تحتاج ان واحد يجي يلعب كره هجوميه. ما عندناش الكره الهجوميه مش هنعرف نعمل ده، عشان ما نضحكش على بعض، لان اللعيبه ما تساعدش على ده. انت في المكالمه دي يا احمد ضربت كذا صاروخ في الهواء، خد بالك في ناس مش هتسيبك. هنرجع ناكد عليهم كل ما حاجه تحصل. خلاص احنا متفقين. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا. اشكرك جدا 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 زميلنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف.